بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناه تفسير احلام والرؤيا الشرعيه. النهارده هنتكلم عن 10 رموز او 10 رؤى لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم مال، نبشر بقدوم رزق، نبشر بتيسير في احوالنا بشكل عام. اول رمز معانا لما يشوف الرائي انه رؤيه دخول بقره سمينه للبيت بتاعه. لما يشوف الشخص ان في بقرة سمينة دخلت في البيت بتاعه فمن الرموز المبشرة ليه بقدوم خير وبقدوم رزق، كمان بسنة مليانة رزق ومليانة خير. الرؤية التانية هي رؤية العصافير. رؤية العصافير في المنام برضو من الرموز المبشرة بتحقيق ربح وبتحقيق مكاسب وبقدوم أموال للرائي. كمان لما يشوف العصافير دي في البيت عنده فبرضو من الرموز اللي بتدل على حصول حد من أفراد العائلة على ثروة وعلى مال. العصفور في الايد برضو من الرؤى، لما يشوف الشخص انه ماسك عصفور في ايده فبرضو من الرؤى اللي بتدل على حصوله على اموال. كمان العصفور الاخضر، رؤية العصفور الاخضر برضو من الرؤى المبشرة للشخص بحصوله على اموال. الرؤية التانية او الرمز التاني لما يشوف الشخص البطيخ، البطيخ الأحمر اللي طعمه حلو برضو من الرؤى اللي بتدل على رزق. كمان لما يشوف الشخص ان السماء بتتفتح وبتنزل بطيخ فده من الرؤى اللي بتدل على رزق يمكن بعد دعاء. الرؤية الرابعة او الرؤية اللي بعد كده لما يشوف الرأي الفيزا، رؤية الفيزا في المنام برضو من الرموز. لما يشوف الرأي نفسه انه بيحط اموال في مكنة الصرافة فمن الرؤى اللي بتدل على ثراء الشخص ده يمكن في وقت قصير. كمان لو كان بيعاني من ديون او ازمات مالية فمن الرموز اللي بتدل على انتهائها. كمان من الرموز اللي بتدل على نجاح الشخص في عمله على تحقيقه لإنجازات وتحقيقه لمكاسب. كمان لما يشوف انه بيسحب اموال من مكنة الصرافة فمن الرؤى اللي بتدل على رفاهية وعلى تحسن في معيشة الرأي وتحقيقه لرفاهية ولقدوم اموال. كمان مكنة الصرافة من الرموز برضو اللي بتدل على سلطة وعلى مال وعلى جاه للشخص وعلى صلاح أموره وكمان على زوال للهموم. لو كان بيسعى لعمل وشاف بطاقة الصرف أو شاف الفيزا فمن الرموز اللي بتدل على بداية حياة جديدة، على حصوله على وظيفة وعلى وظيفة مرموقة هيحصل عليها في وقت قريب. كمان الفيزا برضو من الرموز اللي بتدل على تحسن في معيشة الرأي، على ترقية، على ممكن سفر، والسفر ده هيكون للعمل او هيكون للنزهة. كمان من الرموز اللي بتدل على زوال متاعب نفسية للرأي وكمان قدوم اخبار سارة ليه. الرمز اللي بعد كده او الرؤية اللي بعد كده وهي رؤية المرأة الجميلة. لما يشوف الرأي في المنام رؤية امرأة جميلة فمن الرموز اللي بتدل على حصوله على اموال وبشارة ليه بالثراء وبالغنى. كمان المرأة الجميلة من الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد للرأي وعلى قدوم سعيدة. المرأة الجميلة اللي ملابسها نظيفة وشكلها حلو فبشارة برزق وبمال حلال يمكن هيحصل عليه الرأي بعد جهد. كمان المرأة الجميلة لو الشخص عنده بيمتلك عمل تجاري فمن الرؤى اللي بتدل على أرباح ومكاسب هيحققها الرأي في الفترة المقبلة. كمان من الرموز او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص المرأة السمينة،
رؤية المرأة البدينة أو المرأة السمينة في المنام برضو من الرؤى المبشرة بحصول على أموال. لو شاف الشخص ان المرأة دي او المرأة البدينة دي دخلت البيت بتاعه او كانت بتدق على الباب او بتتكلم معاه، كل دي من الرؤى اللي بتدل على حصوله على خير وحصوله على اموال. الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده هو رؤية سجادة الصلاة او رؤية المصلية. رؤية سجاد الصلاة أو رؤية المصلية برضو من الرؤى المبشرة بصلاح حال الرائي. لما يشوف إن هو اشترى سبحة أو اشترى مصلية للصلاة، فبشرى بحصوله على أموال، وحصوله على أموال يمكن بدون تعب أو بدون مجهود، أو ما كانش عامل حسابه إن هو هيحصل على الأموال دي. كمان من الرموز او الرمز اللي بعد كده هو رؤية المية. المية في المنام من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على اموال. كمان لما يشوف انه بيجمع مية في الوعاء، فده بشارة بتجميعه لاموال. كمان شرب المية بشارة لي بحصوله على عمل، بحصوله على رزق، خصوصا لو كانت المية دي صافية أو مية نظيفة. كمان لما نشوف إن في حد بيهدينا أو بيدينا إزازة مية وإحنا كنا بنسعى لعمل، فبشرب بإن الشخص ده ممكن يكون سبب في إن إحنا نحصل على فرصة عمل. كمان المية النظيفة والمية النقية من الرموز اللي بتدل على راحة للرأي. الرؤية اللي بعد كده أو الرمز اللي معانا بعد كده هو رؤية فك العقد. لما يشوف الشخص إنه بيفك عقد وكان عنده تعطيل في عمل أو تعطيل في رزق، وشاف إنه بيفك العقد دي، فمن الرؤى اللي بتدل على تيسير أموره بشكل عام، وكمان تيسير أموره بشكل خاص بالأرزاق أو بقدوم مال أو بقدوم عمل لو كان هو بيسعى لعمل. الرؤية اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده لما يشوف الشخص إنه اشترى تليفون جديد أو اشترى موبايل جديد. رؤية شراء التليفون أو شراء الموبايل الجديد برضو من الرؤى اللي بتدل على حظ سعيد، على رزق، كمان على قدوم خير وقدوم أموال للرأي. كل ما كان التليفون أو الموبايل اللي اشتراه أغلى، كل ما كان الرزق والخير اللي هيجي هيكون أفضل. الرؤية اللي بعد كده رؤية التلاجة. لما يشوف الشخص انه بيفتح التلاجة وبيلاقيها مليانة من الأطعمة، رؤية التلاجة مليانة أطعمة، مليانة حليب، مليانة لبن، كل دي من الرؤى اللي بتدل على مال، وكمان مال حلال هيحصل عليه الرأي في الفترة المقبلة. احنا كده اتكلمنا عن 10 رموز لو شفناهم في المنام، فنبشر بقدوم مال، نبشر بقدوم ثروة، نبشر بتيسير في امورنا. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوا لي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.